التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا تستمر من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. شوطنا الثالث والعشرون ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعاية. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في هذا الشوط. نسير مع هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط مباشرة مع أول المراكز. من هنا يقود الأسماء مع الصدارة مع المركز الأول. نتابع التقدم والوصول من مهند محمد بن عبد الله بن جار الله البخيت، من يقدم لنا شعاره وتحديات المميزة مع المركز الأول. بينما المركز الثاني أرى القدوم والوصول من مخلف لسالم بن عبد الله بن علي النابت المري مع ثاني المراكز. والمركز الثالث من الجانب الآخر اللي تدخل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، قدوم ووصول في هذه اللحظات. شعار العطية القادم في هذه اللحظات من واقع الشعار سوف تصل معلومته بعد قليل. مشاهدينا الكرام نتابع الوصول والتقدم أيضا من شعار بمايق القادم سوف تصل معلومته أيضا بعد قليل مشاهدينا متابعينا الكرام. بينما المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من ملفت القادم ترحيب بن حمد ترحيب بن نايف الهاجري. هنا مشاهدينا الكرام مع المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، والمركز الخامس هنا يصل في هذه اللحظات. هنا القدوم والوصول مشاهدينا الكرام، من يصل في هذه اللحظات مغادر ناصر بن عبد الله بن ظافر الهاجري، من يقدم لنا شعاره وتحديات المميزة. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. نعود هناك مع البداية، نعود مع المركز الأول صدارة الشوط فايزر. هنا شعار حامد بن علي بن مايقة الإحبابي، من يقدم لنا فايزر بتحدياته المميزة والكبيرة مع الصدارة مع المركز الأول. بينما ثاني المراكز القدوم والوصول في هذه اللحظات من اللي قادم مع المركز الثاني مهند لمحمد بن عبد الله بن جار الله البخيت، من يقدم لنا شعاره مع ثاني المراكز. والمركز الثالث وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام القادم بشعار العطيه. هنا من يصل مع المركز الثالث يصل الذيب بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا انطلاقة وحضور الذيب مع المركز الثالث والمركز الرابع. وصول وتقدم مشاهدينا الكرام من قبل اللي واصل هنا مغادر ناصر بن عبد الله بن ظافر الركباني الهاجري، من يصل ايضا مقدما لنا شعاره مع المركز الرابع والمركز الخامس. قدوم ووصول من مخلف، من يصل لسالم بن محمد بن علي آل نابت المري، من يقدم لنا شعاره مع خامس المراكز. هكذا هي الاسماء، ولكن شوف هذه أيضا الأسماء خلف الخمسة المراكز الأولى مشاهدينا متابعين الكرام. هنا أسماء كبيرة حاضرة أيضا وتنطلق في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن العودة هناك مع البداية، العودة مع المركز الأول صدارة الشوط فايزر. من يقود الأسماء؟ حامد بن علي بن مايقة الأحبابي، من يقدم لنا شعاره المميز والكبير مع صدارة هذا الشوط. بينما أتابع ثانية الأسماء القادم المنطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثاني هنا القادم بشعار البخيت مهند محمد بن عبد الله بن جار الله البخيت مع المركز الثاني والمركز الثالث. قدوم ووصول من مغادر ناصر بن عبد الله بن ظافر الهاجري مع المركز الثالث والمركز الرابع. أرى القدوم والوصول بهذه اللحظات من اللي قادم مع المركز الرابع. شوف القدوم من الحصان إبراهيم بن محسن بن سليم بن خوار، يصل أيضا شعاره ليقدم لنا هذه الاندفاع المميزة. بينما شعار المهندي القادم مع المركز الخامس مع حليتان فهد بن علي بن عبد الله المهندي. هكذا هي الاسماء، ولكن العوده هناك مع الصداره مع المركز الاول فايزر مع البدايه. من بدا يباعد عن الجميع يا سلام، فايزر مع الصداره مع المركز الاول. حامد بن علي بن مايقه الاحبابي من يقود الاسماء والتحديات الاولى مع فايزر. اهالي العامريه الحاضرين هنا مع اول المراكز
العزيز مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل يقود الاسماء والتحديات الاولى من خلال حضور شعار بن مايقة مع المركز الاول مع فايزر، بينما ثاني المراكز ارى القدوم والوصول في هذه اللحظات من مغاد الناصر بن عبد الله بن ظافر الهاجري، والمركز الثالث وصل حليتان بشعار المهندي القادم والمنطلق فهد بن علي بن عبد الله المهندي مقدما لنا حليتان، والمركز الثالث او المركز الرابع من الجانب الاخر مشاهدينا الكرام تابع الوصول والتقدم في هذه اللحظات، وصل غالب عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري اول نداء لهذا الاسم القادم والمنطلق في مسار هذا الشوط، ولكن فايزر مع البدايه مع المركز الاول حامد بن علي بن مايقة الاحبابي، ولكن وصل الجماعه هنا وصل غالب ولا حليتان من الجانب الاخر، ولكن فايزر مع البدايه وايضا شعار الهاجري مع مغادر، الله 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 معركه ثلاثيه حليتان مغادر ولا من الجانب الاخر، الله يا سلام حليتان مع الامتار الاخيره مع الامتار المجنونه شعار المهندي فهد بن علي بن عبد الله المهندي، سلام حليتان سلام، مشكور يا ابو علي وتهنئ للوالد علي بن عبد الله المهندي داعم هذا الشعار، تهانينا والناموس، مشكور يا ابو علي على هذا الاداء المميز والكبير على فوز حليتان بناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصل مع المركز الثاني غالب لعبد الله بن علي بن سلامه الهاجري، والمركز الثالث كان الوصول القدوم مشاهدينا الكرام من مغادر ناصر بن عبد الله بن ظافر الهاجري، والمركز الخامس المركز الرابع كان الوصول والقدوم من فايزر حامد بن علي بن مايقة الحبابي، والمركز الخامس وصل مع المركز الخامس عز بخيت بن سالم بن محمد آل بحيح المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا حليتان من خطف ناموس هذا الشوط مع الامتار الاخيره 6 دقائق 23 ثانيه 34 جزء من الثانيه، تهاني والناموس لفهد بن علي المهندي، مشكور ابو علي على هذه المتابعه المميزه والتهنئه للوالد علي بن عبد الله المهندي، بينما المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام كان الوصول القدوم من غالب توقيت الزمن 6 دقائق 23 ثانية 48 جزء من الثانية، تهنية أيضا لعبد الله بن علي بن سلام الهاجري، والمركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام مغادر توقيت الزمن 6 دقائق 24 ثانية 52 جزء من الثانية، تهاني والناموس لناصر بن عبد الله بن ظافر الهاجري، تهاني والناموس للجميع.